يا مساء الخير وسعادة على كل مشاهدينا مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى. بنكون معاكم كل يوم أربع الساعة 7 وزي ما عودناكم جبنا لكم كل الأخبار اللي اهتميتوا بيها على السوشيال ميديا. ودلوقتي هنبتدي بفقرة ترانز أوف ذا ويك. دراما رمضان تتصدر الترند ويلا بينا نعرف التفاصيل. كل سنة وانتوا طيبين وبخير. أيام قليلة قوي بتفصلنا عن رمضان واللي السباق الدرامي فيه بدأ على السوشيال ميديا حتى قبل ما الشهر يبدأ وقبل ما كمان يتم عرض المسلسلات. ويمكن السبب في ده هو الباقة المميزة من الأعمال الدرامية اللي بتقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الشهر الكريم واللي هنلاقي فيها تنوع كبير ما بين المسلسلات الوطنية والكوميدية والاجتماعية والتاريخية كمان. وده اللي خلى الناس تبدأ تتكلم عن المسلسلات بمجرد عرض التريلر بتاعها. طيب ما تيجوا نتعرف سوا على أهم المسلسلات دي. من أكتر المسلسلات اللي الناس اتكلمت عنها على السوشيال ميديا بمجرد عرض البرومو بتاعها كان مسلسل الكتيبة 101 وهو المسلسل اللي بيتكلم عن بطولات الكتيبة دي في مواجهة الإرهاب في سيناء. المسلسل من بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف ومجموعة كبيرة جدا من النجوم. العملية خطر نور نسبتها 50-50 تحتاج تصمد لأطول فترة ممكنة عشان مش هيبقى معاك سلاح تصير كبيرة. انت سويت اللي ما في حدا منا قدر يسويه. ربنا يوفقكم وينصركم. على مين يعاديكم يا رب؟ مش حد هرجع من غير ولا خدش. ما في حد بيكسب الحرب بقوته. الحرب بتكسبها بالخدعة. وبعد غياب لسنين طويلة بترجع تاني الدراما التاريخية والدينية وده من خلال مسلسل رسالة الإمام وهو المسلسل اللي بيحكي قصة حياة الإمام الشافعي. المسلسل من بطولة النجم خالد النبوي وبيشارك في المسلسل مجموعة كبيرة جدا من النجوم العرب ومن إخراج الليف أحجو. وبالمناسبة المسلسل هيتعرض هنا على شاشة القناة الأولى. ولرب نازلة يضيق بها الفتى درعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج حسبي بعلمي إن نفع ما الذل إلا في الطمع من راقب الله رجع ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. وزي ما شفنا كلنا خلال الأيام اللي فاتت إن مسلسل الكبير قوي قدر إنه يتصدر الترند حتى قبل بداية الشهر الكريم وده بسبب تعلق الناس الشديد بشخصيات المسلسل وانتظارهم للجزء السابع. وطبعا مسلسل الكبير قوي من بطولة النجم أحمد مكي وبيشارك فيه عدد من نجوم الكوميديا في مصر. انت طيبة وبنت حلال بس انا طلبت منك ومن العيشة معاكي انا هتجوز. مفيش اي حاجة تتحل غير بالحب. I'm sexy and I know it. انت بتدريش انا داخل من الدوار داخل بالورب عشان ما اخبطش. يا منور يا وكالة ناسك. اسمها يا واكل ناسك. هنعمله ميتنج عشان نعمله برين ستورم. هو انت اصلا عندك برين عشان تستورمه؟ هو ده التعقيم؟ اتفضل ارتاح. هتوقف في بتادين؟ الا ولك في الطجومة. تعالى للخبيرة. كان الشنطة فكرة. الفكرة لا تموت. ومن الواضح كده ان الكوميديا هيكون ليها مساحة كبيرة في رمضان لاننا هنشوف كمان مسلسل الصفارة بطولة النجم احمد امين وهنشوف كمان مسلسل جت سليمة بطولة الفنانة دنيا سمير غانم ومسلسل كشف مستعجل بطولة مصطفى خاطر. ما بقاش عندي امل غير الصفارة. حاول ارجع بيها اصلح حياتي اللي باظت دي. سر الصفارة بيتربط بالثلاث دقائق اللي بتختارهم من عمرك. انا عارف انا هرجع لاني ثلاث دقائق بالظبط. أنا عارفة يا أستاذ شفيق ومقدرة إنه مش سهل خالص إن حضرتك تكون أب وتكون أم في نفس الوقت. أم إحنا لازم ناخد بالنا قوي ونفتح عينينا ونبعد عن أولادنا أصدقاء السوء دول. أنا حاسس إن أولادنا هم أصدقاء السوء اللي كانوا أهالينا بيحذرونا منهم.
طيب قبل ما نكمل كلامنا عن مسلسلات رمضان، ما تيجوا نشوف رأي الناس في الشارع ايه، ويا ترى هم مستنيين مسلسلات ايه، ومتوقعين انه اي مسلسل يتصدر الترند ويحقق نجاح كبير. مستني سوق الكانتو وجعفر العمدة والف حمد لله على السلامة كبير، وممكن اتابع لو يوسف الشريف نزل حاجة هتابعها برضو. انا مستني مسلسل الكبير قوي، الكبير قوي مربوحة واحمد مكي وكده. الكبير قوي الجزء الجديد، مستني مسلسل الكبير قوي الجديد الجزء الجديد، ومسلسل جعفر بتاع محمد رمضان الكبير قوي. انا اشوف مسلسل الكبير لان هو بصراحة اكتر برومو شدني يعني في الاعلانات اللي انا شفتها يعني. محمد رمضان مسلسل الكبير الجزء السابع، مسلسل رسالة الإيمان، تابع كمان مسلسل دنيا سمير غانم. أتوقع مسلسل أحمد مكي ومسلسل جعفر العمدة. أكتر برومي شدني بتاع مسلسل كبير، الأغنية بتاعت كبير قوي، مسلسل الكبير قوي لأحمد مكي كبير قوي. أكتر برومو شدني اللي هو الكاتبة 101. ومن المسلسلات اللي البرومو بتاعها صدر ترند خلال الايام اللي فاتت، ومش بس كده، ده الناس كمان بداوا يعملوا كوميكس على بعض الجمل اللي فيه، مسلسل ضرب نار بطوله احمد العوضي وياسمين عبد العزيز. اللي يسد البيبان المفتوحه يبقى ابن اصول. اختار يا دم بدم، يا ديه يا فراق. الهد في الجدر واعر واعر. ومن مسلسلات الدراما الشعبية كمان هيكون معانا في رمضان مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين وعدد كبير جدا من النجوم. علاقة أي ستة بالموضة هي علاقتها بثقتها في نفسها، إحساسها بجمالها وأنوثتها وبتحسن مزاجها. بس انت اللي فكرك بالدكانة بعد العمر ده كله يعني؟ هو إيه كل الأسئلة دي؟ هو أنت حكم دار السوق؟ إيه ده، أنت عرفتيني إزاي؟ أنا اسمي طه القماش، حكم دار المحروسة كلها. تحسيني شبه الناس اللي في السوق كده، لا في لبسه ولا في كلامه. دايما كنت بسأل ايه يتم متجوزين، انتوا ازاي قابلتوا حبيتوا بعض؟ كانوا دايما يردوا يقولوا النصيب ساعته مظبوط. الدراما السعوديه بقى هيكون ليها مساحه كبيره السنه دي باكتر من مسلسل، منها حضره العمده بطوله روبي وعمله نادره بطوله نيلي كريم. انا حياتي وحياه ولدي في خطر كبير قوي. عركة عركت لا اشوفه خايف، قسما بالله لا تخو بنفسي، عركة حياة أو موت. انتوا اللي خليتوها ترمي نفسها في النار يا علوف. دم حيغرق الناجع يا أم. هيكون في عدد كبير جدا من المسلسلات الاجتماعية زي مسلسل ألف حمد لله على السلامة بطولة يسرى، ومذكرات زوج بطولة طارق لطفي، وعلاقات مشروعة بطولة ياسر جلال. دي مذكرات زوج وأب عادية جدا، فيهاش أي حاجة مميزة. دكتور طاعين اشتكي من ايه؟ حكاية ابتدت بكوابيس. بدأت تفكر وتخطط لقتل مراتك؟ لمر لحظة التنوير. شكلهم الرجالة اتضربوا خلاص كلهم. مراتي يا فندم متجوزين بقالنا 16 سنة وثلاث شهور. المسلسل اللي عمل حالة كبيرة جدا من الجدل بمجرد طرح البوستر بتاعه هو مسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة منى زكي، واللي بيناقش قضية مهمة جدا وهي قضية وصاية الأم على أبنائها وكثير من المشاكل اللي بتواجهها في حالة وفاة الزوج أو الطلاق. أنا حاولت، أقسم بالله حاولت، اللي هعمله يا حبيبي والله، بس ما كانش عندي حل تاني. ومن الأعمال المهمة اللي الناس على السوشيال ميديا بدأت تتكلم عنها برضو هو مسلسل سر البيتع، وهو المبني على رائعة الأديب الكبير يوسف إدريس، وهو كمان من بطولة عدد كبير من النجوم زي أحمد السعداني وأحمد فهمي وحسين فهمي، ومن إخراج خالد يوسف. لما الغزاة هجموا على مصر قام لهم السلطان حامد وقال لهم والله ما تدخلوا الا على جثتي. انا حامد يا نابليون،
احنا اتولدنا يا ابني لقينا المقام موجود في البلد. الناس اللي بيحفروا في المقام دول بيدوروا على ايه مدفون؟ الورقه دي شكلها من ايام الحمله الفرنسيه. الورقه فيها شويه الغاز، حاولت حلها عن طريق بحث وتدقيق. وبكده نكون خلصنا فقره ترندز اوف ذا ويك. مع دخول شهر رمضان الكريم وبداية سباق الدراما الرمضانية، السوشيال ميديا بتتقلب وبنشوف دايما حالات إشادة بمسلسلات وحالات تانية هجوم على مسلسلات برضو. صحيح ان الموضوع بدأ السنة دي بدري قوي، ولكن متوقع انه هيزيد جدا في رمضان بمجرد بداية عرض المسلسلات، ونبقى مثلا لسه في الحلقة الاولى او التانية من المسلسل ولسه اصلا قصة المسلسل ما بنتش ولا واضح منه اي شيء، وتلاقي السوشيال ميديا مقلوبة. طيب يا جماعة نصبر او نستنى؟ لا، مفيش خالص. وده اللي خلينا نسأل نفسنا سؤال مهم، وهو هل السوشيال ميديا ممكن تتحكم في نجاح أو فشل الأعمال الدرامية في رمضان؟ حاجة تانية كمان، ليه الناس كتير بقت تمشي وراء النقد الموجود على السوشيال ميديا؟ ولو جيت مثلا سألت حد هل أنت شفت المسلسل؟ يقولك يعني مش قوي. طيب لما هو مش قوي ليه بتقول رأيك؟ النقطة التانية برضو انه في ناس كتير جدا متقمصين شخصية الناقد الفني وبيقعدوا يحللوا المسلسلات بصورة غريبة جدا وغير مفهومة. كل الكلام ده هو اللي خلانا نفكر في انه يا ترى هيكون في دور للسوشيال ميديا في الدراما بتاعة رمضان السنة دي. وعشان كده هيكون معانا دلوقتي على زوم الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن. استاذ محمد اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. في البدايه ايه رايك في اللي بيحصل من دلوقتي على السوشيال ميديا بخصوص الدراما بتاعت رمضان؟ طيب انا سمعت المقدمه بتاعتك وعايز بس ازود عليها حاجه. اتفضل. ان احنا السنه دي عندنا ظاهره المفروض ان هي ايجابيه، وهو عوده الاعلان مبكرا عن مسلسلات رمضان. يعني لو افتكر كان في سنوات طويله كنا بنستنى لحد قبل الشهر الكريم بيومين وبثلاثه علشان نشوف البرومو. ودلوقتي بقى في مسلسلات بيبقى ليها برومو واثنين وثلاثه، المفروض ان دي حاجه مريحه جدا للمشاهد، ان هي بتخليه يقدر ان هو يحدد المسلسلات اللي عايزها من بدري، يقدر يبقى عارف المسلسل على انهي قناه، يقدر يعمل جدول المشاهده الخاص بيه، يقدر كمان يشوف الممثلين المفضلين ليه مش بس النجوم، يعني بيبقى في ناس يحبوا يشوفوا ممثل بعينه فيشوفوا مسلسلاته فين. ده كله حتى احنا على مستوى شغلنا كصحفيين ونقاد كان بجد شيء ايجابي جدا، لكن ما فوجئنا به لان واضح ان السوشيال ميديا او سلبيات السوشيال ميديا نفسها بتتطور سنه بعد سنه. مزلوب. يعني التدمير المعنوي اللي كان ممكن يحصل بعد عرض الحلقه الاولى او الثانيه او الثالثه، وكنا بنقول للناس استنوا بعد الخامسه والسادسه واحكموا، دلوقتي احنا بقينا بنحكم على بعض المسلسلات من البوستر او من البرومو. طبعا يعني يقال او يعني التحليل الاقرب ان ده بيبقى حملات ممنهجه، لكن برضه في جمهور للاسف على السوشيال ميديا بقى عامل نفسه هو الحكم هو القاضي وهو الناقد، وبيقول اراءه في الاعمال بناء على موقفه من النجوم او المؤلفين او المخرجين. مظبوط. طب حضرتك شايف ان السوشيال ميديا ممكن تتحكم في نجاح او فشل مسلسل بعيدا عن جوده المسلسل نفسه؟ بس ده سؤال كبير جدا، لان احنا انا شخصيا تعرضت يعني لاشكاليه من عده سنوات، كان بيبقى في بعض المسلسلات مش بنشوف عنها اي بوستات في منصات التواصل الاجتماعي، بس لما ننزل الشارع، لما نقعد على قهوه نلاقي ناس مشغله المسلسل، لما نركب مواصلات نلاقي ناس بتتكلم عن المسلسل. بالتالي مش معناه مفيش قاعده ثابته هنا، مفيش مسلسل عشان الناس بتتكلم عنه على السوشيال ميديا كويس معناه ان هو ناجح مع فئات اللي بره السوشيال ميديا، والعكس صحيح، مش معناه ان في مسلسل الناس مش بتتكلم عنه كتير ان هو مش ناجح. كل المسلسلات بتتشاف، هي الفكره في ان بعض الاعمال هتتعرض لنوع من الاختيال المعنوي. انه انا ضد النجمه، انا ضد الموضوع، انا ضد القناه، فانا هطلع عليها اشاعات. ده بيعمل نوع من الضبابيه للموقف، لكن لا يؤثر على المدى البعيد على وجهه نظر المشاهد، يعني الناس بترجع تتفرج على المسلسلات تاني وبتشوفها، وفي اعمال كمان بتبقى واخده ضجه كبيره واخده جدل كبير وبعد رمضان ما حدش بيفتكرها. صح. بناء عليه يعني انا رايي ان المشاهد الكريم اللي بيسمعنا لازم يعني يحدد
يعني مواقفه بناء على ان هو يتفرج على اجزاء من المسلسلات في بدايه شهر الكريم ويقرر بعد كده هيتفرج على انهي مسلسل، ولا يتاثر باي اراء مكتوبه من ناس مستحيل يكونوا شافوا المسلسلات دي ومستحيل يكونوا قدروا ان هم يلموا بكل هذه التفاصيل. طب احنا شفنا اكتر من حاله انه مثلا نلاقي مسلسل او فيلم الناس على السوشيال ميديا بتقول عليه انه ده هايل ده فظيع، وتيجي تتفرج عليه تلاقيه اقل من الكلام ده بكتير. تمام. تفتكر ده بسبب ايه؟ بصي حضرتك، هو زي ما في تدمير معنوي في تهليل معنوي، انه برضه بعض الناس بيبقى عندهم قدره ان هو يتعاقد مع مجموعه من الصفحات مجهوله الملكيه ان هم يكتبوا عنه كويس، ان هو يخلي يعني الناس زي اللجان مثلا؟ حاجه اقرب لكده. كويس، يعني خلينا نقول ان اللجان بتظهر اكتر في التعليقات المجهله اللي بتهاجم من اسماء وحسابات، مش يعني زي ما حصل مع احد المسلسلات من اسبوعين والحمله خلاص انتهت والناس كلها مستنيه المسلسل عادي، كانها نوع من انواع التدمير. لكن التهليل المعنوي للاسف احنا عندنا، وده بوجه لكل مشاهدين القناه الاولى هذه النصيحه، عندنا صفحات كتير على السوشيال ميديا مسلسلات مصر، مسلسلاتنا، بنحب المسلسلات، بيكتبوا عن مسلسلات احنا ما نعرفش مين ده. حضرتك قلت في المقدمه على غياب دور النقد، كانت ميزه وجود الناقد او احترام الناقد عموما ان هو الوسيط ما بين المشاهد وما بين النجم او ما بين المبدع. دلوقتي الناس مش عارفه مين اللي كاتب البوست ده، يعني مش عارفه مين، هل اللي كاتب ده فاهم، هل اللي كاتب ده متصق مع لا نفسه؟ ده بيكون راي فرد عادي على السوشيال ميديا. ما هو كمان يا اما راي مدفوع، سواء مدفوع من الممدوح اللي احنا عايزين نهلله او مدفوع من الضد. كويس، او راي متزمت او راي حد مش فاهم معنى الدراما، مش فاهم الموضوع بيمشي ازاي. يعني فكره ان احنا بننقد مسلسل من البوستر ومن ملامح الفنانه اللي على البوستر دي لم تحدث من قبل، انا مش عارف بعد كده ايه اللي ممكن يحصل يعني اكتر من كده. يعني فاللي هو السنه الجايه ممكن ننقد مسلسل من اسمه مثلا، يعني يا جماعه نستنى شويه، ده مش معناه ان الناس ما تقولش رايها. يعني لا، انا ممكن اشوف في البرومو حاجه اقول دي غلطه، دي ما ينفعش تتقال بالطريقه دي، لكن مش معناه ان انا صادق. وما بتكونش على برضو واقعيه، لان جوه التيزر او البرومو ما بيكونش باين برضو قوي، يعني ممكن تكون لقطه لحاجه تانية احنا هنفهمها بعدين. يعني علشان كده يا استاذ ريام احنا لازم نفرق ما بين ان انا اقول رايي زي ما انت قلت بشويه وان انا اذبح او صح. ان انا ارفض او ان انا اقاطع. ممكن تكتب كلمه كده تقول، لكن انا بفاجئ انه الناس بتقعد تعلق على في شكل دواير كده، تلاقي مجموعه بتعلق هنا وبعدين يلاقي حد بيدافع الناحيه الثانيه فيروح داخل معلق له نفس التعليق، وبنلاقي نفسنا ثلاث او اربع ايام بنتكلم عن الفنانه وعن المسلسل وعن البوستر وعن الحواجب وعن اللبس وعن وحاجات غريبه جدا، ثم ينسى ده خالص. واول ما المسلسل يتعرض لو هو سيء الناس مش هتتابعه، لكن لو هو جيد ساعتها لازم نسال نفسنا ايه الهدف بتاع الحمله اللي طلعت قبل رمضان بثلاث اسابيع. صح، يعني ده بيأكد ان في لجان وحملات علشان تنجح او تفشل مسلسل تاني. بالتأكيد، بس الحملات التفشيل طبعا بتبقى اكتر للاسف، لانه يا اما بسبب بعض المنافسه يا اما بسبب يعني جهات خارجيه عايزه الفن المصري يتراجع، اشياء من هذا القبيل. خصوصا ان احنا الحمد لله بقى لنا 3 4 سنين الدراما فائت بشكل كويس جدا، بقينا بننتج بكميه اكبر وبننتج في تنوع في الموضوعات، مع طبعا تراجع الدراما يعني السوريه، الدراما التركيه. طبعا لا اتهم احدا، لكن في الاخر ممكن يكون في بعض ما كانش متوقع ان الدراما المصريه تستعيد عافيتها بهذه السرعه وبالوسيله دي. يعني طب استاذ محمد، انا هسالك سؤال يمكن ما يعني اجابته ممكن ما تكونش عندك قوي، بس بالنسبه للشخص الطبيعي اللي على السوشيال ميديا، حضرتك تفتكر ان هو من فين يكون كمشاهد بيقول رايه، وامتى بيتحول لناقد سينمائي او ناقد اعمال فنيه؟ هو انا يعني الناس طول الوقت لازم تفرق ما بين الراي الانطباعي او الراي الاعجابي، ان انا حبيت المسلسل وبتفرج عليه، لكن ان انت تكتب منشور طويل وتعلق على الملابس وتطلع غلطات دي مش شغلان المشاهد العادي. والمفروض ان احنا دورنا ان احنا او الفن بيقول له اتبسط واستمتع، ولو مش عاجبك اتفرج على غيره او قول مش عاجبك ليه. لكن انا بقى افاجئ ان البعض بيحول نفسه الى ان هو يكتب تغريدات طويله ويكتب ويقعد يجيب صور بريت سكرين ويعلق. يعني البعض او مش هنقول البعض، يعني انا حتى رصدت ده في كتابي الاخير مدينه المليار راي، انه عن ظواهر السوشيال ميديا، انه كل واحد خلاص بقى بيتعامل ان بروفايله هو جريدته، وان هو يعبر عن نفسه ويبقى متحدث عن نفسه، مش محتاج يقرا، مش محتاج يزود ثقافته، مش محتاج يشوف
الناس اللي عندها خبره بتكتب ازاي. طبعا لا اعفي النقد من المسؤوليه، لان النقد تمسك بالكلاسيكيه لفتره طويله، وانه لازم لما ينقد يبقى مقال طويل ولازم يتكلم في كل التفاصيل الفنيه. فلما الناس لقت ان في ممكن حاجه بتعبر عنها في منشورات قصيره حتى لو اللي كاتبها غير متخصصين، بداوا ينحازوا ليها بشكل اكبر، وقال لك طب ما انا كمان اقلدها، طب ما انا كمان انا كمشاهد بكتب انا كمان. الناقد الفني الاستاذ محمد عبد الرحمن، بشكرك جدا جدا على المداخله. وبكده تكون خلصت فقرة سكوب. ودلوقتي جي معنا مع فقرة السوشيال لاب. وجي معنا دلوقتي مع السوشيال لاب اللي بنحلل فيه أكاونتس المشاهير على السوشيال ميديا عشان نفهم معاكم بالأرقام كل واحد بيتعامل مع السوشيال ميديا إزاي وبيستخدمها ليه. نجم السوشيال لاب النهاردة هو الفنان أحمد فهمي، اللي حالياً بيصور مشاهد مسلسله الجديد اللي هيتعرض في رمضان 2023 سره الباتع، بيشاركوا فيه ريم مصطفى، أحمد السعداني، حنان مطاوع، ومنة فضالي. تعالوا نشوف إنستجرام أحمد فهمي. فهمي بيتابعه على إنستجرام 5,800,000 فولور، وهو عامل فولور 636 أكاونت. وأهم الناس اللي بيتابعها فهمي هم هنا الزاهد، محمد صلاح، علي ربيع، مصطفى خاطر. فهمي ناشر لحد دلوقتي حوالي 530 صورة وفيديو. تعالوا نعرف الصور دي تفاصيلها ايه. طبعا معظم الصور كواليس وبوسترز لأعماله. فهمي معروف بصداقته داخل الوسط الفني، ولقينا انه ناشر اكتر من 30 صورة تجمعه مع اصحابه من نجوم زي اكرم حسني، محمد انور، شيكو وغيرهم. اكتر عدد صور لقيناها هي صورة مع مراته الفنانة هنا الزاهد اللي دايما بتكون ترند. لقينا انه ناشر اكتر من 60 صورة معاها في مناسبات مختلفة. اللي يعرف احمد فهمي كويس يعرف قد ايه هو بيحب الكلاب ومربي عدد كبير من الكلاب في بيته، عشان كده فهمي ناشر لحد دلوقتي 40 صورة مع كلابه بس. كلابه المفضلين هم نجمة وطوفان، وطبعا اشهرهم زيزي اللي عامل لها اكاونت اسمه زيزي فهمي. فهمي مرتبط جدا بعائلته، فصوره مع والدته كريم فهمي اخوه ليها نصيب كبير على الانستجرام، عشان كده بينشر صور ليه مع كريم فهمي اللي دايما بينشر اعماله وبيدعمه زي مسلسله الجديد ازمه منتصف العمر. ولان احمد فهمي اهلاوي جدا، فصوره مع لعيبه ومسؤولين النادي الاهلي موجوده بكثره. من الحاجات الملفته برضو في اكاونت فهمي على انستجرام انه بيتصور كتير جدا بنظارات، نظارات شمس كتير، اشكال والوان وماركات مختلفه، كلهم على بعض عاملين 100 صوره. من الانستجرام لتويتر بيتابع احمد فهمي 1,100,000 متابع، وهو بيتابع 42 اكاونت، ونشر لحد دلوقتي تقريبا 2,574 تويت، واخر تويت نشرها تريلر وبوستر مسلسله الجديد سره الباتع. كده يبقى عرفنا وحللنا كويس اكاونت احمد فهمي على السوشيال ميديا. رمضان دايما بيكون ليه طعم مختلف في حياتنا وبيوتنا، دايما بيجمعنا وبنحس فيه بالراحة والهدوء وحالة روحانيات جميلة، ونفتكر كمان فيه كتير من الذكريات الحلوة الجميلة. وبما ان احنا على بعد ايام من شهر رمضان، قررنا ان احنا النهاردة نحتفل معاكم بالمناسبة دي، وهيكون معانا النهاردة صوت جميل متألق جدا على السوشيال ميديا وليها متابعين كتير. منورانا النهاردة في استوديو ترانس سارة مرجان. ازيك يا سارة؟ ازيك يا ريهام، عاملة ايه؟ الله حلو الحمد لله. مبسوطه انت معايا النهارده. وانا كمان قوي بجد، ثانك يو سو ماتش. انا هبتدي الاول معاكي من بدري. يلا بينا. قولي لي انت ايه اللي دخلك في الغنى؟ اوكي، لا هي فعلا من بدري قوي، يعني هنرجع ورا قوي في الذكريات. الموضوع اصلا كان صدفه خالص، كنت في المدرسه وجت مدرسه دخلت الفصل، يا جماعه عايزين نعمل كورال. انا مش فاهمه حاجه، بس انا حسيت ان انا هخرج من الحصه. فقلت يلا بينا خلاص. ومن ساعتها بقى وانا قاعده في اوضه المزيكا ما خرجتش منها. ويعني الكلام ده كان مثلا في ابتدائي، بعد كده اعدادي، بعد كده في الجامعه. بس يعني ابتديت احس بجد ان انا عايزه اغني واطلع صوتي للناس واحط اي حاجه على السوشيال ميديا، كانت بدايتها في الجامعه. وبعدين بعد كده درستي حاجه ليها علاقه بالمزيكا ولا لا؟ لا خالص، يعني هي ابتدت موهبه من وانتي في ابتدائي. بس يعني مش موهبه، يعني انا كنت اللي هو بس يعني وداني متهيألي بتسمع شويه صح، عشان برضو موسيقيه تقريبا. وبرضو قعدوا يعني يعلموني ويقولوا لي ازاي اغني كذا وكذا، فبيبي قوي صغيره يعني في ابتدائي. وبعدين واحده واحده بقيت حاسه ان انا يعني دي الحاجه الوحيده اللي بتبسطني في المدرسه. قلت خلاص يبقى خليني بقى فيها، واديني بروح المدرسه وبرضه بعمل حاجه فن وبس كده. طب وابتديتي امتى ان انت تغني بروفيشنال، يعني بطريقه احترافيه اكتر؟ هي كانت بدايتها في الجامعه.
ان انا كنت دخلت كورال الجامعه وبعدين حسيت ان الموضوع لا هو يعني ربنا مديني حاجه انا حاسه ان انا عايزه اكمل فيها وانا بحب الغنى يعني وانس ان انا بغني بكون حاسه ان انا مبسوطه. فابتديت اشوف بقى انا اقدر اعمل ايه عشان اشتغل على نفسي وكانت بدايتها بروفيشنلي شويه هي الجامعه ان انا كنت بغني في الاوبرا بتاعه الجامعه بتاعتي وبعدين تعرفت على ناس لذيذه قوي كلهم بيحبوا المزيكا وكلهم بيغنوا ومن وقتها بقى وانا مش عارفه بقى اخرج خلاص انا كده تمام. طب مين بس. اول حد قال لك انت صوتك حلو قوي؟ إيه كانت مدرستي في المدرسه بالظبط. مفيش حد طيب من العيله او اي حاجه؟ ما كانش حد يعني عارف ان انا بغني اصلا يعني هي بس المدرسه وبعد كده بقى لما ابتديت اعمل حفلات بقى في المدرسه وحاجات كده فاهلي واصحابي طبعا قعدوا يشجعوني كتير وخصوصا اصحابي كمان اللي في الجامعه ان هم كانوا بيبوش مي ان انا اعمل كده علشان انا في الاول كنت فاكره ان انا عادي انا بعرف اغني مش لازم يعني اعمل اي حاجه فهم بصراحه اللي شجعوني اعمل ابوش يعني لقدام وبعد كده اتعرفت على ناس جميله قوي يعني كلنا مع بعض. طيب السوشيال ميديا يا ساره فرقت معاكي ازاي؟ بصي السوشيال ميديا كانت هي يعني اول حاجه اعملها اوري صوتي الناس انا ما اعرفهاش فكان بيفرق معايا في ان مثلا يجي لي فيدباك ايجابي او فيدباك سلبي الموضوع كان بيشجعني ان انا اكمل وفي نفس الوقت انا بعمل حاجه حلوه فاللي هو يعني حلوه بالنسبه للناس وفي ناس تانية شايفها مش حلوة برضو فحسيت اللي هو خلاص يعني طالما بدأت حاجة محتاجة أكملها للآخر علشان why not خصوصاً كمان دلوقتي هي عبارة عن زي الجيت بتاعت أي حد موهوب إن هو يغني أو يطلع أي موهبة عموماً تمثيل غنى أي حاجة فلازم هي لازم حاجة كان بني آدم يعملها لأن هي دلوقتي السوشيال ميديا بقت في إيدينا كلنا ولو طبعا. أنا عايزة أوصل لحاجة هتبقى دي البداية بس. طب احنا شفنا على السوشيال ميديا ان انت في باند بتغني معاه بالظبط احكي لنا على الباند ده. ماشي الباند ده هم ناس اصحابي اصلا تعرفت عليهم من ناحيه المزيكا وهم موهوبين قوي هم شباب زي يعني احنا ما فيش حد فينا بقاله مثلا زمن او حاجه بيلعب مزيكا لا احنا كلنا بنعمل حاجه كلنا بنحبها ممكن اقول لك اسامي لو عايزه كمال نسيم بيلعب معايا كاخون وعرفه الصنباطي على العود وميدو جيتار وكان كمان كان في الاليمنت بتاع العود كنت حاسه ان هو مهم علشان كنا عايزين نحط حته اورينتال شويه ليها علاقه بمصر علشان الناس تحس ان هي ريليتد لو جيتار وكاخون بس وبغني مثلا اغنيه بتونس بيك او اغنيه قديمه مش هيبقى ليها نفس الاحساس بتاعها لما يكون في عود كده بيدي اصل الاغنيه. طب هتسمعيني ايه اول حاجه؟ انتي قلتي في الانترو ان احنا داخلين على رمضان فمجهزه حاجه رمضان يلا ماشي اقول لك الاغنيه ماشي رمضان في مصر حاجه تانية يلا ماشي كنت عايزاكي تسيبيها لي مفاجاه والله كنت حاسه كنت عايزه اعمل كده بس حسيت ان هو خلاص اتس اوكي رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع صوت الأذان يملى قلبك ونصلي تراويح في الجامع بالليل بتحلو القعدة ضولة ودومنا وكوتشينا والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل
رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. شكرا. برافو يا سارة. لا حلوة قوي 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 صوتك. حسستيني برمضان بجد. خلاص كده. Thank you so much. طيب مين أكتر حد بتحبي تغني له؟ هو أنا بحب أغني لناس كتير قوي، بس هو أكيد عندك حد مفضل. بصراحة وردة، يعني أنا بحب أغني الوردة قوي، بتونس بيك دي one of my favorite songs، يعني بفضل أغنيها في كل حتة. طب ما سمعيني على طول. على طول عايزة بتونس بيك. أنا عارفة أنها صعبة قوي بس يعني. ماشي، ممكن أغني حتة واحدة منها يعني. حتة صغيرة قوي يعني. بس عشان ماشي. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، لما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك، وخيالك بيكون ويايا، وانا بتونس بيك وانت معايا. برافو. ثانك يو. طيب انا كمان عرفت ان انت بتغني كوفر سونجز. ممكن تكوني اكتر حاجه مفضله ليكي ايه حاليا؟ علشان برضو اكون صريحه معاكي، انا بحب المزيكا الاندر جراوند والمزيكا القديمه، فالاندر جراوند يعني معظمها. مثلا عايز تعرفي مين بحب اغني له؟ عشان هتسمعيني معروفه اول ما هتقولي هتسمعيني. عزيز مرقه. انا كمان بحبه قوي. هو اصلا اردني صح؟ بالظبط. اغانيه بصراحه خفيفه وكل الناس بتحبها، فانا ممكن بقى دي اسمعها. ايوه بالظبط. تعرفيها؟ يلا غنيها لي بقى بليز. طب ممكن اسمعك اغنيه ثانيه غيرها؟ ماشي موافقه. كان اسمها ايه؟ ما في منك. اوكي ماشي يلا بينا. لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل واحلى من الفل، عشانك بصير شو ما بدك، خلينا احبك راح احبك حب. يما عالحب بمشي عكس الريح كل ايامي، ولا حدا قدامي غيرك انت، بتصيح يا إدماني، مش شايف ولا حدا تاني، المهم انت، المهم انت، بحبك انت. قبلك انت ما كنت اهتم، بلا حب بلا هم، يا ارض اشتاقتي ما حدا قدك، وانت جيت لبختيني شقلبتيني برضه على عيني، يا اغلى من عيني، بمشي عكس الريح كل ايام، ولا حدا قدامي غيرك انت، غيرك انت، والروح بتصيح يا ادماني، مش شايف ولا حدا تاني، المهم انت، المهم انت، بحبك انت.
الله الله يا سارة. ثانك يو سو ماتش. الأغنية كمان حلوة وأنتي صوتك حلو وكله على بعضه حلو. ثانك يو سو ماتش. بتحسي يا سارة إن الأغاني الكفرز ممكن تغطي شوية على الأغاني الأوريجينال لو حد فكر إن هو يعمل حاجة؟ هو أكشلي الأغاني الكفرز لو أنا مثلا غنيت أغنية بتونس بيك أكيد مش هتبقى زي الأغنية الأصلية. أوكي. يعني الأغنية الأصلية ليها كل الكريديتس وكل الإحساس بتاعها، بس لو أنا مثلا غنيت بتونس بيك أو أي حد تاني غنى أي كوفر سونج الموضوع هيبقى مختلف بالإكسبيرينس بتاعت المغني عايز يوصل إيه من الأغنية. يعني أنا ممكن مثلا أغني أغنية لفيروز نسم علينا الهوى مثلا، بس أنا هغنيها بحزن فمشاعري هترانز يعني هعملها زي ترانسليشن في الاغنيه بطريقتي. بس اجان الاغنيه الكوفر سونج مش بالعكس، يعني اوقات بحس ان الكوفر سونج في اغاني بحبها من الكوفر بتاعها وفي اغاني بحبها اللي هو لا خلاص لا دي اغنيه زي ما هي مش هقدر محدش يجنبها. اه بالظبط مش هقدر، لا خلاص لو اي حد تاني غنيها مش هقدر زي ما انا حاساها من المغني الاصلي. بس في اغاني تانية الكوفر سونجز بتديها الناس بتبقى عايز تسمعها اكتر، يمكن مع فرق السنين وفرق الانواع المزيكا اللي الواحد بقى يسمعها اكتر الكوفر سونج بتبقى حديثه اكتر فبتحسي ان انت رايحه لها زياده. بالظبط، ما هنا بقى زي ما بقول لك ان كل واحد يعني بالجينريشن برضو بتاعه زي ما بتقولي ان هو بيوصل للأغنية حتى لو هي قديمة بيوصلها بطريقته، ممكن يغير كل حاجة فيها بس الأغنية برضو ستيل زي ما هي. فلا بصراحة هي الكوفر سونجز أصلا يعني معظمنا ابتدى بكوفر سونجز وبعد كده شفنا بقى طريقنا إذا كان في سينجلز أو طبعا بأي طريقة تانية، فهي البداية متهيألي. أكيد. طب قولي لي أكتر أغنية بتطلب منك إن أنت تغنيها بتبقى إيه؟ ده طلب صعب. انا لسه ما طلبتش انا بس بسال. هي عاده بتبقى بالسيزونز. يعني مثلا لو احنا لو في الصيف هتبقى ثلاث دقات عشان طبعا الناس كلها بتحبها. لو في الشتاء هتبقى اغنيه اي اغنيه كوزي بقى كده حاجه رايقه ناس تحبها وهي بتشرب قهوه ولا حاجه. ف انا اكتر اغنيه بحب اسمعها يعني وبغنيها هي بتونس بيك. فالنهاردة الحلقة يا جماعة عن بتونس بيك. طب عندك أغنية تانية تغنيها لنا رمضان؟ آه في. طب يلا أغنية سمعينا حاجة كمان لرمضان. يلا بينا. رمضان جانا وفرحنا بو بعد بقالوا زمان غنوا قولوا شهر طولوا غنوا قولوا أهلاً رمضان رمضان جانا أهلاً رمضان قولوا معانا أهلاً يا سارة جدا 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 انت يعني متعتينا النهارده بالحلقه وانا كمان استمتعت بيكي جدا 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 ومبسوطه ان انت كنتي معايا النهارده. ثانك يو سو ماتش بجد اتبسطت قوي قوي. ثانك يو فور هافينج مي بجد. ثانك يو حبيبتي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده ان شاء الله. باي باي.